في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوا إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه من أمان البيوت أنه لابد أن يتلى فيها كتاب الله عز وجل، وأن يذكر فيها الذكر الحكيم لقول الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطان فهو له قرين. وقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت. ودائما يعني نحصن أنفسنا بأذكار كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في كل صباح ومساء، زي مثلا: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لمة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فهذا يعني أمان للبيوت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بينكما في الخير.